النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن وكالعاده خلونا الاول نبتدي بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها اجتماع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعه موقف الاعمال الجاريه لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحريه، خاصة موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب. كمان استقبل سيادته امبارح لويد أوستن وزير دفاع الولايات المتحدة. صحيح، وامبارح أيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، وده كان في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة موقف الأعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية، خاصة موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب، وفقاً لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية والبيئية. خلال الاجتماع وجه الرئيس بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لويد أوستن وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وأكد الرئيس أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، وأكد أن حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة بيعد الطريق الوحيد نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له. تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وأيضاً جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة لمناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وده في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد اللي بيوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 مارس عام 1969. امبارح توجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتحية والتقدير لكل سيدة مصرية مخلصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنني في هذه المناسبة أؤكد أن الدولة المصرية مستمرة في جهود تمكين السيدات على كل المستويات والأصعدة، إيماناً بأن المرأة شريك أساسي وعنصر فاعل في بناء جمهوريتنا الجديدة. كل عام وأنتن بخير. امبارح استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإشارة للتوجيهات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لمحافظة المنيا بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر بيتم تنفيذها اعتباراً من إبريل القادم، وبتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. امبارح وعقب اجتماع مجلس الوزراء عقد الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي بحضور عدد من المستثمرين وممثلي مجموعة من الشركات الاستثمارية العاملة في مصر، وأعرب مدبولي عن ترحيبه بممثلي كبرى شركات الاستثمار موجهاً الشكر ليهم لحرصهم على التواجد من أجل استعراض الخطوات والإجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لحل مشكلات المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع البريبايد كارد وبطاقات الخصم المباشر ديبت كارد من خلال ماكينات الصراف الآلي الATM، حيث يتم السحب مجاناً بدون أي رسوم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيه من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك. أما في جولة المحافظات فمعنا النهاردة مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح، كان منها افتتاح
السوق النموذجي في مدينة بسيون بمحافظة الغربية، وكمنها أيضا توريد أجهزة طبية ل 35 منشأة رعاية أساسية بمحافظة المنوفية. امبارح كمان يا مصطفى كان في حاجات كتيرة في المحافظات، منها تحصين 44,285 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ، وكمان افتتاح معرض ومؤتمر وسط الصعيد الزراعي في أسيوط، وأخبار تانية كتير هنعرفها في السياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي تم فيها افتتاح السوق النموذجي في بسيون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الأسواق وإنشاء أسواق نموذجية معدة جيداً لبيع وتداول كافة المنتجات للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية. فأسوان أعلنت المحافظة إن إجمالي الملفات اللي تم البت فيها فيما يتعلق بمنظومة التصالح في مخالفات البناء وصلت ل 11,344 ملف، وده من إجمالي 20,649 طلب تقدم به المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة. في المنوفية أعلنت مديرية الصحة استلام تجهيزات طبية لعدد من مراكز ووحدات إدارتي أشمون والشهداء وصلت ل 35 منشأة رعاية أساسية، وده في إطار النهوض بالخدمات الطبية للمواطنين. في أسيوط تم افتتاح معرض ومؤتمر وسط الصعيد الزراعي اللي بيضم أكبر تجمع للشركات والمعدات والمنتجات الزراعية وشبكات الري والأسمدة، وفي قسم خاص للأعلاف والتقاوي والشتلات الزراعية. في شمال سيناء نفذت وحدة الملاريا وناقلات الأمراض بمديرية الصحة حملة رش للبرك والمستنقعات والوحدات الصحية لمكافحة البعوض وناقلات الأمراض بقرى بئر العبد، وده بناء على توجيهات إدارة المتوطنة بالعريش. في كفر الشيخ تم تحصين 44,285 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وده من خلال الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية اللي انطلقت منذ مطلع الأسبوع الجاري. في الأقصر حلقت 30 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 800 سائح من حول العالم، وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية اللي بتتوافد على رحلات البالون بصورة يومية مع تحسن حالة الطقس في تلك الأيام. في الإسماعيلية تم تدشين القافلة الطبية بإدارة القصاصين الصحية، وشهدت التردد على جميع التخصصات الطبية، واستقبلت القافلة 1900 مواطن وتم صرف الأدوية بالمجان، ده غير تنظيم عدد من ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.